سيدي احنا نشتري الحبوب من النجف من اشخاص نمول بها للنجف وللحلة ولطويريج ودينا، وبعدين اكو شخص ثاني راوح قال تجيب لي غراضه ما شني للسماوه ونكم اشنا في السماوه. زين هذا الشخص نسق وياكم تجيبون هالكميه ل 14000 حبايه للسماوه؟ اي سيدي نسق وياكم. معكم فلوس؟ لا لا ما اعطانا فلوس. يعني التسليم هنا بالسماوه يعطيكم المبلغ؟ اي سيدي صحيح. زين انتم وين تلتقون؟ بيا مكان؟ بالنجف؟ يعني نلتقي بمقاهي. نعم. اي. يعني المقاهي تشوفون شلون تتعاملون تبيعون تشترون بالمقاهي. اي صحيح سيدي نلتقي بالمقاهي ونتعامل. بس هاي كميه يعني 14000 حبايه، تعرف 14000 حبايه اذا تدخل للمدينه وتتوزع يعني ايش قد كم واحد يتناولها؟ اي والله صحيح سيدي. مو هاي دمار؟ اي والله. وانتم هسه حتى بيعكم على الناس على الاطفال. مو الشباب اللي عمره 15 سنه لحد عمره 20 سنه. صحيح. ليش تبيعون الحبايه؟ الحبايه ب 2.5. ب 2.5 تبيعونها مباشره لو اكو وسيط بينكم وبين اللي لا اكو وسيط سيدي. بس هاي دمار. قاعد تدمرون شعب انتم. اي والله صحيح سيدي. تدمرون شعب كامل. جيل كامل تدمرون انتم. يعني ماكو غير هالمصلحه هاي التعبانه تشترونها؟ شعب انت بدايه عمرك. اي والله سيدي. غلطه وصار. مو غلطة هاي. هاي أقوى من الإرهاب. يعني الإرهاب استهدفنا بعبوات بغيرها بس هاي أقوى من عدها. إي والله صحيح سيدي. أول مرة تطب للسماوة أنت؟ إي أول مرة سيدي. جاي مقابلها كمية؟ لا لا سيدي. خل تسمع الناس. هاي شبابها القاعدة بالقهاوي ولدها أطفالها. المقاهي هاي النماذج اللي يتعاملون بالمقاهي ويشترون بالمقاهي. لا سيدي. ومن تفتش المقهى يصير مكان عام ويصير مكان لراحة الناس. كل عملكم بالمقاهي؟ اي سيدي. ها؟ مرات بالمقاهي مرات يعني وين بالاسواق وين؟ لا لا سيدي هو اكثر شيء يعني بالمقاهي بباب المقهى تقعد. ليه؟ اي هو الشهر تقريبا 4000 مشي حباية. 4000 حباية تمشي بالشهر؟ الشهر. خوش شغلة بيها فايدة. زين وين بيع مالتكم تناولكم شغلكم؟ او بالقهوه سيدي. وين؟ بالقهوه. يعني بالقهوه تقعد وتبيع وتشتري. نعم سيدي. وتلتقي بالاشخاص اللي تبيع لهم. نعم سيدي. تبيع الجمله. نعم سيدي. زين اصحاب المقاهي هم يشترون من عندك؟ نعم سيدي. هم يشترون من عندك؟ نعم سيدي. زين جيتك للسماوه هاي قبل هم جاي اول مره تجي؟ لا اول مره سيدي اجي. اي بس مزود العدد اذا انت تشتغل ب 2000 و3 جايب لنا 14000. اتفاقوا تم القبض عليه. ها؟ اتفاقوا تم القبض عليه هنا سيدي. 14000 كميه مو سهله. لا سيدي. انا هاي لو نافذه الكميه طابه للسماوه ثلاث ارباع كبسه. 14000 حبايه يعني 14000 شخص تناولها. بايش تبيعها الحبايه؟ 2.5 سيدي. ب 2.5 الوحده. نعم سيدي. تبيعها جمله مو مفرد. هي مفرد 2.5. والجمله بايش تبيعها؟ جمله هو السعر تقريبا الالف مليون ونص مليون يعني. طاب للسماوه انت قبل؟ لا سيدي. درميتها طاب قبل؟ لا سيدي. اول مره هاي تدخل؟ اول مره اجيب ادخل هنا. شلون تخفيها؟ سيطرات، مفارز، دوريات موجوده، شلون تخفيها؟ شلون توصلها؟ شلون؟ سياره الصاحب سيدي. ها؟ سياره صاحبي. سياره صاحبك، وين تخليها؟ هو يخليها بالجنطه. بالجنطه. بالجنطة يعني مكشوفة؟ لا تحت البطانة سيدي، افتح البطانة ودخل جوا. زين انت شاب بداية عمرك هاي المصلحة وهذا العمل ماكو غيره؟ تدمرت نفسك هسه، دمرت تريد تدمر لك جيل كامل. تتناول انت الحبوب المخدرة؟ تناول سيدي. ايش قد تاخذ باليوم؟ بالوحدة؟ واحدة. واحدة؟ اي واحدة، واحدة ونص. تعرف انت هاي الحباية تدمرك؟ حتى شكلك تغيره. جسمك كله ينهار. شنو المصلحه الفائده من عندها؟ انت اخذها شو يصير بك؟ سوالف احكي. سيدي ما منها فائده. ما بيها فائده شو؟ ليش تاخذها لو ما بيها فائده؟ بعد. وين تعلمت تاخذ الحبوب المخدره؟ بيا مكان؟ هو قهاوي قاعده وجماعتنا. يعني
القهوة طلعت بؤرة مع الحبوب. أنا أول ما تعلمت أشرب تأخذ الحبوب المخدرة بالقهوة. يا سيدو.